ظلوا أوقاتكم، أهلا بكم إلى تفاصيل حصاد الليلة والذي نستهله بشأن التربوي، وحيث تعتبر المتابعة النفسية للتلاميذ شقا منسيا في المنظومة التربوية الجزائرية، وإن وجدت في بعض المؤسسات فهي لا تمارس بالطريقة السليمة، حيث يتم التلاعب نفسيا بالتلاميذ بطريقة تطرح أكثر من تساؤل. نريمان قداش أعدت تقريرا حول هذا الموضوع. لطالما ارتبطت مردودية النتائج المدرسية بنفسية التلميذ، وهو الأمر الذي يجعل من المتابعة النفسية للتلاميذ لا مفر منها لضمان التمدرس الجيد. لكن غالبا ما تلجأ المدارس إلى تخصيص حصص جماعية للمتابعة النفسية، وهذا ما لا يتلائم مع جميع حالات المتمدرسين. كي يحكمك قدامها تلاميذ غير يعرفوا الحالة تاعك، وكي يحكمك وحدك شغل غير انت وياه تيهضر معاك وحده، شغل غير هو اللي يعرف شغل السير تاعك. مستشار بيداغوجي جونغ ما ما ني دو بلوس ني دو موان، فرونشمون ني دو بلوس ني دو موان، جونغ ميم لي كونساي هذوك اللي مدهم ولا حنا نسمعوهم دايما، جونغ ميم لي بلا والو، تي بارون قاريين ماشي قاريين، نامبورت كال واحد يعطيهم لك تو. يفضل يهضر وحدي ما يهضرش مع الجماعه غير انايا، كل واحد وحدي باش ما يسمعش اذا مريض اذا ماشي مريض، باش ما يقوليش باش ما يضحكوش عليا التلاميذ. جو بريفير واحد يجي يهضر معايا وحدي ماشي يشدني مع الاخر، على خش كابابل تهضري معاه في سوجي يحرجك قدامهم. التكفل النفسي بالتلاميذ يقتضي حصصا فردية لتجنب الإحراج الذي قد يشعر به التلميذ وسط زملائه، لذا فإن الطريقة المعمولة بها في المدارس الجزائرية لا تساهم في العناية النفسية. Premièrement, on prend en charge toujours l'enfant individuel pour avoir plus d'informations et pour avoir quels sont ces problèmes-là, quels sont les troubles, quels sont les conflits qu'il vit l'enfant هذا. Donc, حنا ومن بعد on doit appeler les parents pour pouvoir régler le problème. Donc le problème, la première fois, c'est une psychothérapie individuelle et après, c'est la psychothérapie de la famille. On appelle ça de groupe. تهميش المتابعة النفسية وعدم انتهاج الطريقة السليمة لها هي عوامل قد تقف عائقا في وجه التلاميذ لإكمال مشوارهم الدراسي بشكل طبيعي.